بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 13. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في وجه من وجوه موافقة أصحاب الصراط غير المستقيم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قول الله تعالى عن أهل الكتاب: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم قال رحمه الله: أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدنيا والدين بنعم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض، ثم جعل محمدا على شريعة صلى الله عليه وسلم شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل فيهم كل من خالف شريعته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمن صفات المغضوب عليهم وهم اليهود، من صفاتهم الاختلاف فيما بينهم، لا عن جهل وإنما عن هوى. فإن الله آتاهم خير الدنيا والآخرة وأنعم عليهم، خصهم بين العالمين بما آتاهم من التوراة، وبعث إليهم نبيه ورسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وأعطاهم العلم، ولكنهم تركوا العلم وأخذوا بالأهواء والتفرق. فالله جل وعلا لما بين هذا نهى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته أن يسلكوا مسلك بني إسرائيل، فيتركوا العلم الذي أعطاهم الله إياه في القرآن والسنة، ويتفرقوا تبعا لأهوائهم ورغباتهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فهم استبدلوا العلم بالجهل، لا يعلمون، فكأنهم لا يعلمون، ولم يصل إليهم علم، لأنهم أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وعما جاء به نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، والذي حملهم على هذا بغي بعضهم على بعض وتعدي بعضهم على بعض، والبغض الذي انتشر بينهم، فكل لا يتبع الآخر، والجميع لا يتبعون شرع الله سبحانه وتعالى، لأنهم لو تبعوا شرع الله لرجعوا في خلافهم إليه وأنهوا خلافهم ولم يستمروا على الخلاف، لأن الله لا يرضى لعباده الخلاف والاختلاف، وإنما يرضى لهم الجماعة
ويرضى لهم وحدة الكلمة على الحق. فالله نهى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أولا أمره أن يتمسك بما أعطاه الله من الوحي، ثم نهاه أن يتركه هو وأمته ويذهبوا إلى الآراء والأهواء والرغبات، ويحملهم الحقد فيما بينهم على أن يكذب كل واحد منهم على الآخر ويعاديه ويترك ما معه من الحق. فهذه بلية عظيمة، وهي واقعة الآن في هذه الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهم خالفوا ما نهى فهم فعلوا ما نهاهم الله عنه، وتفرقوا في دينهم وتركوا الكتاب والسنة واتبعوا أهواءهم. وهذه مصيبة عظيمة، ولكن من عصمه الله ورحمه فإنه وإن حصل اختلاف، لأن الاختلاف من طبيعة البشر، وإن حصل اختلاف فإن أهل الإيمان يرجعون إلى كتاب الله سنة رسوله، ثم ينهي ذلك ما بينهم من اختلاف، لأن هدفهم الحق. وإذا كان هدفهم الحق فهو موجود في الكتاب والسنة، فإذا ظفروا به أخذوا به وتركوا أهواءهم، بخلاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى والذين تشبهوا بهم من هذه الأمة، فإنهم يتركون الكتاب ويأخذون بالأهواء والرغبات وما يوافق رغباتهم وشهواتهم. ولذلك نجد حتى من المثقفين من هذه الأمة والذين يدعون المعرفة والفكر، أنهم إذا وافق قول العالم أهواءهم أخذوا به ومدحوه وأثنوا عليه، وإذا خالف أهواءهم ذموه وطعنوا فيه وقالوا فيه الأقاويل، لأنهم يتبعون أهواءهم ولا يريدون الحق. نعم، ثابكم الله. قال رحمه الله: وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواءهم هي ما يهوونه. نعم، دخل في هذا، ليس هذا خاصا باليهود، وإنما هو عام لكل من سلك سبيلهم من رفض الحق وأخذ الباطل الذي يوافق هواه. نعم. قال: وأهواؤهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك. نعم، الهوى كل ما يهواه الإنسان ويرغبه ويشتهيه من الأمور، ولو كانت هذه الرغبات مخالفة للوحي، فإنهم يتركون الوحي الذي به العصمة وبه النجاة، ويأخذون ما يوافق أهواءهم، ربما يبتكرون الآراء من عندهم، وربما يأخذون آراء غيرهم التي إذا كانت توافق أهواءهم، ويقولون هذا قول فلان العالم المبجل الحبر البحر الفهامة إلى آخره، إذا وافق هواهم، وإذا خالف هواهم قالوا هذا المعقد، هذا الجاهل، هذا الجامد، إلى آخر ما يقولون. وهذا نسمعه ونقرأه في صحفنا ومجلاتنا وفي كتب بعض أولئك الذين ساروا على نهج أهل الكتاب. نعم. قال: فهم يهوونه، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. نعم. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به. نعم، إذا وافق أهواءهم فرحوا به، وإذا خالف أهواءهم غضبوا منه وتركوه. ولهذا المشركون يسرون بما يوافق أهواءهم مما في الإسلام، يفرحون بذلك، إذا وافقنا أهواءهم فرحوا، وإذا خالفنا، يعني إذا وافق الحق الذي معنا وافق أهواءهم فرحوا بذلك، لأنهم يعتبرونه تأييدا لهم.
وإذا خالفناهم وخالفنا ما هم عليه من النهج الباطل فإنهم يحصل منهم ما يحصل من العداء والكلام السيء. نعم. ويودون أن لو بذلوا عظيما ليحصل ذلك. نعم، يودون أنهم يبذلون الأموال الطائلة من أجل أن يحصلوا على موافقة لهم، من أجل أن يحصلوا على موافقة لهم منا. وهذا شيء نلمسه الآن من الكفار، أنهم يطلبون منا أن نوافق أنظمتهم ونوافق أهواءهم ورغباتهم، ولو يعطوننا ما يعطوننا من الأموال والمساعدات فهم لا يبذلون هذه الأموال وهذه المساعدات كما يقولون إنها مساعدات إنسانية. كذبوا في هذا، وإنما يريدون أن يشتروا الضمائر. نعم. يريدون أن يشتروا الضمائر ويكسبوا الأتباع لهم. نعم. قد يكون في داخل الصف الإسلامي من يفرح بذلك بموافقة حق المسلمين لبعض أهواء الكافرين. لا شك هذا شيء موجود في وقت نزول القرآن، وجد من من يدعي الإسلام وهم أهل النفاق من يتابع أهل الكتاب ويمدحهم ويثني عليهم ويقولون كما ذكر الله عنهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم إلى آخر الآيات، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فهذا الشيء موجود يعني من وقت نزول الوحي، أنه يوجد ممن يدعون الإسلام من يوافق الكفار على ما يطلبون من المسلمين من موافقتهم واتباع آرائهم. نعم. قال: ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضات الله في تركها. نعم، المطلوب من المسلم أن يخالف أهل الكتاب حتى ولو كان ذلك في الأمور العادية، في الأمور العادية، لأن موافقتهم حتى في الأمور العادية تجر إلى موافقتهم في الأمور الدينية. نعم. فمهما أمكن أننا نتميز فإن هذا واجب علينا. قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمسلمون هم الأعلون، فلماذا الأعلى يتنازل إلى الأسفل ويجحد ما أعطاه الله من الرفعة والمكانة؟ فالمسلم يعتز بدينه ويعتبر أنه هو الأعلى، الله جل وعلا جعل له العلو على أهل الأرض بالدين وبالعلم والكرامة التي أكرمه الله إياها، فكل من كفر بالله فإنه الأسفل مهما كان. فكيف يتنزل الأعلى إلى الأسفل؟ نعم. قال: وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره كما تفضلت. أي نعم، يعني موافقتهم في الأشياء العادية يجر إلى موافقتهم في الأشياء الدينية. فالأحسن أننا نتميز بأخلاقنا وعاداتنا وأعمالنا ومآكلنا ومشاربنا وملابسنا، أننا نتميز عنهم ونعتز بديننا وما كنا عليه. نعم. قال: فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه. نعم، هذا كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها أو يرتع فيها. أي نعم، فما في شك إن هذا وسيلة، يعني التساهل في الأمور البسيطة يؤدي إلى التساهل في الأمور العظيمة شيئا فشيئا. فيجب أن المسلمين يتميزون بما أعطاهم الله عز وجل، ويعتبرون العزة للإسلام. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. قال: وأي الأمرين كان
حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر. أي الأمرين، سواء مشابهتهم في الأمور العادية أو مشابهتهم في الأمور الدينية، كله يعني يجر بعضه إلى بعض، وإن كان التشبه بهم في الأمور الدينية أشد، لأن هذا تغيير لدين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا الباب قوله سبحانه: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره، وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه. نعم. أول الآية قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود، أحبار اليهود وعلماء اليهود، يفرحون بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في المؤمنين منهم، في المؤمنين الذين آمنوا من أهل الكتاب. وقال الله جل وعلا: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. والله لا يظلم أحدا بل هو العدل سبحانه وتعالى، الحكم العدل، لا يجحد فضل أهل الفضل. ولذلك لم يذم بني إسرائيل ولم يذم أهل الكتاب على وجه العموم، وإنما ذم الذين تركوا الحق وآمنوا بالباطل ورفضوا العلم وأخذوا بضده، ونهانا أن نتشبه بهم في ذلك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، من أحزاب أهل الكتاب من ينكر بعض ما أنزل إليك، ومن الأحزاب ما ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. فهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإفراده بالدعاء وإليه المرجع سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي جاء به وإن كرهه بعض الأحزاب. فإن ليس العبرة بالرغبات الناس، وإنما العبرة بموافقة الحق، هذه هي العبرة. وإلا فقد يتبرم بعض الناس وخصوصا العلماء، لأن أهل الكتاب أهل العلم، فإن بعض العلماء قد يتبرمون من الحق لأنه يخالف أهواءهم. فهذا تحذير لهذه الأمة ولعلماء هذه الأمة بالذات، أنهم يكرهون شيئا من الحق أو ينكرون شيئا من الحق من أجل مخالفة من يبغضون يبغضونهم. فهم لم ينكروا أن محمدا على حق، لكنهم أنكروه، لم ينكروا أن محمدا على حق من باب أنهم يجهلون هذا، وإنما أنكروه من باب أنهم يعلمونه، لكن أنكروه من باب الحسد ومن باب التكبر على الحق. إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أنزل الله جل وعلا هذا القرآن بلسان عربي، وهذا الذي أثار وهيج اليهود، لأنهم حسدوا هذه الأمة على هذا القرآن العظيم الذي نزل بلغتهم بلسان عربي مبين، وهم يريدون أن يكون الرسول ويكون الكتاب في اليهود،
ولا يريدون ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء فهم إنما حسدوا هذا الرسول وهذه الأمة العربية. ثم قال لنبيه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق يقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذا تحذير لهذا النبي وتحذير لأمته من أن يتبعوا أهواء أهل الكتاب ورغبات أهل الكتاب أو غيرهم، وإنما المطلوب اتباع الحق. وأما أننا نرضي الناس فهذا لا يمكن أبدا، لأن رضا الناس لا يمكن. نعم. لا ليس كل الناس سيرضون عنك أبدا، وليس المطلوب أنك ترضي الناس، المطلوب أنك ترضي الله جل وعلا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره، وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه ولا تتبع أهواءهم. نعم، فالضمير والله أعلم يرجع إلى هذا الصنف الأخير، وهم الذين ينكرون بعض ما أنزل على محمد. فالله يقول له: لا تلتفت إلى إنكارهم، لأنهم لم ينكروه عن حق، وإنما أنكروه عن هوى، إنما أنكروه عن هوى، وإلا يعلمون أنه حق. نعم. قال: فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي ونصراني وغيرهما. أي نعم، كل من أنكر شيئا من القرآن من الحق الذي نزل في القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يدخل في هذا أننا لا ننظر إليه ولا نعتبره شيئا، وعلينا أن نتمسك بالحق ونسير على المنهج الصحيح، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا نلتفت إلى من خالفنا ما دمنا على حق وهو على باطل. نعم. وقد قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم. بل نعم، هذا بيان للمراد بما نخالفهم فيه، هو أننا لا نوافقهم على دينهم أو شيء من دينهم المبتدع المحرف. أما دين التوحيد فهذا هو دين جميع الأنبياء، لم يختلفوا فيه. نعم. دين التوحيد وإفراد الله بالعبادة واتباع ما جاءت به الرسل، هذا دين جميع الأنبياء. الحمد. إنما لا نتبع أهل الكتاب فيما نسخ من دينهم أو ما حرفوه وغيروه وبدلوه، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فنحن حذرنا من أن نسلك مسلكهم في هذا، في أمور دينهم، في أمور عباداتهم، في أعيادهم، في جميع ما يختص بهم. أما الأمور العامة والمشتركة والمنافع المباحة فلا بأس بذلك، وليس هذا من التشبه بهم، بل هذا في الأصل مخلوق للمؤمنين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله خلق هذه المصالح وهذه المنافع وهذه الأسرار في الكون، خلقها لعباده المؤمنين، وإنما شاركهم فيها الكفار في الدنيا مشاركة، وإلا هي في الأصل للمؤمنين، والكفار شاركوهم فيها مشاركة، والله لم يخلقها للكفار إنما خلقها للمؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم، بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك. أي نعم، اتباع أهوائهم في كل شيء، لكن اتباع أهوائهم يختلف ويتفاضل، بعضها أشد من بعض. نعم. اتباعهم في دينهم الباطل هذا أشد الاتباع المنهي عنه والتشبه المحرم،
وكذلك اتباعهم في عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم، الخاصة بهم، فنحن لا نتشبه بهم في الأمور الخاصة بهم ولو كان من أمور العادات، لأن هذا يجر إلى التشبه بهم في دينهم. إيه نعم، كما سبق أن التشبه في الأمور العادية يجر إلى التشبه في الأمور الدينية. فنحن كما قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم. إذن يكون المبدأ المخالفة ما استطاع المسلم، ما استطاع المسلم، المخالفة فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائص أمور العادات وأمور الدين العبادات. إيه نعم، فيما هو من خصائصهم. أما الشيء المشترك فهذا لا نخالفهم، لأن هذا أصله لنا. نعم. وهم الذين وافقونا فيه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان والشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله مستقبلا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.